بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. Lesson 2 Geometry. The main trigonometric ratio of some angles. لما يكون عندي right angle triangle بالشكل ده، triangle ABC، triangle ABC، right at B. طبعا الحصة اللي فاتت درسنا إن ساين الأنجل يعني ساين سي is equal opposite over adjacent. طيب بلاش نكتب opposite over adjacent بقى. opposite الأنجل سي اللي هو إيه يا ولاد؟ الـ AB. opposite over adjacent، جميل. كوزين أنجل سي هيبقى opposite over hypotenuse. I'm so sorry. الساين opposite over hypotenuse. طب الكوزين adjacent over hypotenuse. طب tan angle C هيبقى ايه يا ولاد؟ هيبقى opposite over adjacent. جميل جدا. لنفترض ان انا عندي ميجر انجل سي ده هي 30 ديجري. جميل جدا. سايد اي بي كان اللينس بتاعه 1، مباشرة كده يبقى طول اللينس AC هيكون 2. ليه؟ علشان أنا عارف من تاني إعدادي إن السايد اللي هو أوبجيت الأنجل 30 هاف الهيبوتنس، فلو ده 1 يبقى ده 2. لو طبقت بايثاغورس على الشكل دوت يبقى البي سي ده البي سي بس كده هيجي إزاي؟ هيبقى عبارة عن سكوير روت 2 بار 2 ماينس 1 بار 2. 2 بار 2 ب 3، ماينس 1 تبقى 2، يبقى الناتج روت 2، يبقى طول البي سي هيبقى روت 2. جميل جدا. تعالى بقى بينا، بدل ما نقول ميجر انجل سي هقول او انجل سي هقول تان 30 او ساين 30، واقول كوزين 30 واقول تان 30. جميل قوي. طيب معايا كده وركز وصحصح. انت عاوز ساين 30 اوبزيت اللي هو الاي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي سي، يعني 1 اوفر 2 يعني هون. جميل جدا. طيب كوزين انجل 30، كوزين 30 هيبقى adjacent over hypotenuse، adjacent اللي هو root 2 over 2. جميل جدا. طب على فكرة أنا آسف، دي مش root 2، دي root 3، دي root 3. جميل جدا. قلنا بقى يا جماعة إيه؟ ده هيكون 3، يعني تالي لما بنيجي نقول البي سي is equal 2 بار 2 ماينس 1 بار 2، 2 بار 2 4 ماينس 1 ب 3، تبقى روت 3. للأسف يبقى هي روت 3. جميل. إذا دي مش مظبوط كده، مش روت 2 أوفر 2، المفروض روت 3 أوفر 2. طيب تعالى نجيب تان 30، تان 30 1 أوفر روت 3، 1 أوفر روت 3 opposite over adjacent. جميل جدا مستر. نعم، لو الانجل دي 30 تبقى الانجل دي كام؟ 16 فعلا. طب ما تيجي كده نجيب التلاتة برضو بتوعها. لو قلنا ساين 60 ساين الانجل دي opposite over adjacent، opposite over adjacent root 3 over 2. طيب تعالى نجيب كوزين 60 adjacent اللي هي ال adjacent بتاعت الانجل 60، adjacent over hypotenuse يعني 1 over root 2. جميل جدا. طب تعالى نجيب tan 60، tan 60 is equal opposite over adjacent، opposite over adjacent يعني root 3 over 2. ركزوا معايا بقى كده، هفكركم بمعلومة قلناها قبل كده في الدرس الأولاني. الدرس الأولاني كنا بنقول إن ساين أي أنجل بتساوي كوزاين الكومبلمنتري، ساين 30 بتساوي كوزاين 60 اهي، يب هاف ويب هاف نفس القيمه ولا لا؟ طيب ساين او كوزاين اي انجل بتساوي ساين الكومبلمنتري 30 بلس 60 كومبلمنتري ب 90، ما هو 90 هنا روت 3 اوفر 2، هنا روت 3 اوفر 2. جميل. طيب مستر
عندي كمان انجل حضرتك ممكن تشرحها لي، اللي هي ايه الانجل 45؟ لو كان عندي رايت انجل تريانجل بالشكل ده، A B C A B C right at B. جميل جدا. السايد ده ايكوال السايد ده، وكل واحد فيهم 1. تعال نجيب البايثاغورس عن طريق البايثاغورس الاي سي. الاي سي هتبقى عباره عن سكوير روت 1 بار 2 بلس 1 بار 2، يبقى الناتج روت 2. جميل جدا، زي الفل. اذا الاي سي ده بروت 2. تعالى بقى الانجل دي تبقى كام والانجل دي تبقى كام؟ مش دي 90؟ اه، والاثنين دول المفروض هيكونوا بيساوي بعض، لان السايد ده ايسوسيلس، تبقى دي 45 ديجري ودي 45 ديجري. تعالى نقول ساين 45 از ايكوال اوبوزيت اوفر هيبوتنس 1 اوفر 2، 1 اوفر روت 2. طب تعالى كده نجرب نشوف كوزين 45 ادجسنت اوفر هيبوتنس، ادجسنت اوفر 1 اوفر روت 2. طب تعالى نجيب تان 45، تان 45 ايوه تبقى اوبوزيت اوفر ادجسنت، اوبوزيت اوفر ادجسنت 1 اوفر 1 ب 1. جميل جدا. طيب مستر، هي الحاجات دي المفروض ان نحفظها، يعني احفظ التريانجل ده واحفظ الساين 30 كوزين 30 تان 30 ساين 45 كوزين 45 تان 45 وساين 60؟ لا، امال ايه؟ هقول لحضرتك، بص عندك وركز معايا قوي وشوف المفاجأة اللي جاية دي، مفاجأة جامدة جدا. أول بس نمسك الكلام ده كده وبص يا معلم على الحتة دي، كالكوليتر. اه ماله كالكوليتر يا مستر؟ تعالى نشوف كده تاني، ساين 30 انا لو المفروض ان احفظهم من التراينج اللي عملناه من شويه كان هاف. طيب كوزاين 30 كان بروت 3 اوفر 2. طب تان 30، تان 30 كانت 1 اوفر روت 3. حلو قوي. بص يا استاذ العزيز وركز معايا قوي في اللي انا هشرحه لك ده، ماشي؟ قول يا مستر. ساين 30 الكالكوليتر ده، كلمه ساين موجوده هنا اهي، اهي شايفها ساين. انا بدوس على العلامه دي وبعد ما ادوس عليها بقي كاتب 30 وادوس على ايكوال. فين ايكوال؟ ادوس على ايكوال يا دنيا، هنا فين ايكوال؟ دي ايكوال، معلش دي ايكوال يا ولاد، دي المفروض انها ايكوال. ماشي، يجي طالع عندي الناتج 1 اوفر 2 وش هاف، يطلع عندي الناتج هاف. طيب كوزين 30 فين كوزين؟ اهي موجود على الكالكوليتر، اكتب كوزين وبعدين ادوس 30 وادوس ايكوال، دي طالع عندي الناتج روت 3 اوفر 2. عاوز اقول لحضرتك على حاجه تاني، قول لما اكتب ساين على الكالكوليتر 30، بدوس على كلمه ساين بلاقيه كتب لي ساين وفتح براكت كده، بكتب انا 30 لازم اقفل براكت، لو ما قفلتش براكت النت ما بيطلعش صح، وادوس ايكوال دي طالع هاف. طب كوزاين 30 بتطلع روت 3 اوفر 2. طب تان 30 على فكره مش بتطلع 1 ولا روت 3، ما بتطلع كام؟ بتطلع روت 3 اوفر 3. ايه طب يا مستر ده في اختلاف؟ لا، ايه هي دي؟ لو حضرتك جيت على الكالكوليتر كتبت 1 اوفر روت 3 هتلاقي هي روت 3 اوفر 3، الاثنين دول بيساووا بعض. مش دي وبس، لو جيت تجرب ساين 45 هتطلع 1 اوفر روت 2، ده اللي المفروض احنا عارفينها، بس انت هتلاقي على الكالكوليتر روت 2 اوفر 2. حلو قوي، وبناء عليه انا ايه الكالكوليتر، هستعمل الكالكوليتر في الساين في الكوزاين في التان، ساين 30 كوزاين 30 تان 30 ساين 60 كوزين 60 تان 60 ساين 45 كوزين 45 تان 45، الثلاثه دول بس. بعد كل عمليه لازم اقفل البراكت. جميل جدا، مش كده وبس، نمتحها. ركز بقى معايا هنا ثاني، احنا قلنا هنا ايه ساين 30، انا بدوس على كلمه ساين بعدين اكتب سيرش وبعدين ادوس ايكوال يجي طالع لي هاف. طيب كوزين 30 بروت 3 اوفر 2 زي الفل. طب تان 30
تطلع ب1 اوفر 3. جميل، دي بقى على الكالكوليتر ما بتطلعش 1 اوفر 3، احنا قلنا بتطلع كام يا اولاد؟ بتطلع روت 3 اوفر 3. دي هي دي. ايه المفروض ان انت تحفظها لما تلاقي في الكالكوليتر الناتج طلع روت 3 اوفر 3؟ اكتبها انت هنا على روت 3. طب ليه يا مستر؟ هقول لك بعدين. طيب تعالى نشوف ساين 60. ساين 60 بروت 3 اوفر 2. طب كوزاين 60 ب1 اوفر 2. طب تان 60، تان 60 اللي هي بتطلع بروت 3، مفيش اي مشكله هنا في ال 60 خالص. لاحظ وصحصح معايا في الملاحظه، ايه؟ لاحظ وصحصح معايا في الملاحظه، ساين 30 بهاف، كوزين 60 بهاف، مش احنا لسه قايلين ان ساين الانجل بتساوي كوزين الكومبلمنتري بتاعتها؟ ايوه نفس الكلام، كوزين الانجل بتساوي ساين الكومبلمنتري بتاعتها، دي روت 3 اوفر 2، دي روت 3 اوفر 2. جميل. طيب طب تاني الانجل والتاني الكومبلمنتري بتساوي مقلوبها، بتساوي مقلوبها، دي احفظها، ولو ان هي مش مستخدمينها كتير لكن اعرف تاني الانجل، تاني الانجل بتساوي 1 على تان الكومبلمنتري منها. تمام، جميل جدا. نمسح الجزئيه دي عشان نكمل. كمل يا باشا. ال 45 ساين 45 المفروض ان انا حافظها 1 على روت 2، بس الاله بتطلعها روت 2 على 2، هي هي 1 اوفر روت 2. لما تلاقيها طلع كده في الكالكوليتر اكتبها كده يا ولاد، نحفظهم، يبقى دي ودي تحفظ. اما تطلع على الكالكوليتر روت 3 على 3 بكتبها انا 1 على 3، اما تطلع روت 2 على 2 بكتبها انا 1 على روت 2. طب ليه؟ برضه هقول لك بعدين. طب كوزين 45 بنفس الكلام 1 على روت 2 اللي هي بنكتبها روت 2 على 2، اي سوري، هي بتطلع على الكالكوليتر روت 2 على 2 اللي بنكتبها 1 على روت 2. اخر حاجه تان 45 بتبقى ب1. جميل جدا. طيب دي كده نكون احنا ركزنا فيهم قوي وخدناهم وفهمناهم. نتنقل بقى على ايه؟ ازاي بيحل مسائل. يا ريت يبقى الاله جنب من سعادتك وشغال معايا وانا بشرح. اول حاجه بقول لي ساين 45، ساين 45 ماينس كوزين 45، انا هستعمل الكالكوليتر معاك. نرجع على الاله واكتب ساين، بدوس على كلمه ساين، افتح الاله بدوس على كلمه ساين 45، اقفل البراكت بعد اذنك اوعى تنسى، وبعدين اطلع النيتك روت 2 اوفر 2 ماينس كوزين 45، كوزين 45 افتح براكت واقفل براكت، اقفل براكت سوري، تطلع برضو بروت 2 اوفر 2 ايكوال برضه بروت 2 اوفر 2. الله، روت 2 اوفر 2 ماينس روت 2 اوفر 2 بزيرو مستر. نعم، هو ما كان ممكن يكتبها على طول على الكالكوليتر ساين 45 ماينس كوزين 45 على ايه؟ بتطلع على طول بزيرو. اجابتك صح، بس مش دلوقتي، كلامنا مش ثالثه اعدادي. انت هنا سؤالك دايما هيقول لك ويزاوت يوزنج كالكوليتر، يعني بيفترض ان انت حافظ الحاجات دي، فانت عارف ساين 45 بكام وكوزين 45 بكام وبتطلع النتيجه. ويفضل ويفضل انك انت لما تيجي تحلها تاني تعمل لي كده ساين 45 روت 2 على 2 اللي هي 1 اوفر روت 2 ماينس ساين كوزين 45 اللي هي روت 2 على 2 اللي هي 1 اوفر روت 2، تقوم تطلع لي الناتج زيرو. تمام؟ ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي كوزين 60 بالكالكوليتر بتطلع بهاف بلس، واحده واحده يا جماعه، كل واحده لوحدها، بعد ما تفتح البراكت وتكتب ال 60 تقفل البراكت، ساين 30 كتبنا ساين 30 قفلنا البراكت، دوسنا ايه كنت تطلع هاف برضه بالكالكوليتر هاف بلس هاف تطلع 1. السؤال اللي بعده ساين 30 بهاف بلس كوزين 60 بهاف ماينس تان 45 بالكالكوليتر ب1 ايكوال هاف بلس هاف 1 ماينس 1 ايكوال 0. جميل جدا. اللي بعدها تان بار 2 60 بلس كوزين بار 2 60. تان 60، تان 60 بكام؟ تان 60 بكام؟ بروت 3 باور 2. ايه ده؟ استنى، انت بتعملها ازاي يا مستر؟ انت بتعملها واحده واحده. هتجيب قيمه التان 60 بس باور 2، يعني تعمل براكت باور 2 كده وتجيب تان 60، تان 60 تطلع بروت 3 بلس كوزين 45 باور 2، كوزين 45 تجيب قيمتها ب1
روت 3 بار 2 ب 3 بلس 1 بار 2 ب 1، 3 بلس 1 4. جميل جدا، يلا بينا نشوف الأسئلة اللي بعد كده. نفس الطريقة برضو، بيقول لي فيها ايه؟ ساين 45 كوزين 45 بلس ساين 30 كوزين 30. طيب بالراحة كده على نفسي ايكوال، برضو بستعمل الكالكوليتر لكن ستيبس بتاعتي خطوة بخطوة بكتبها عشان السؤال بيجي لي في الامتحان without using calculator. هجيب ساين 45، ساين 45 بروت 2 اوفر 2 اللي انا بكتبها على الكالكوليتر 1 اوفر 2 تايمز، عشان الاثنين دول مضروبين في بعض. كوزين 45 اللي هي روت 2 اوفر 2 اللي انا بكتبها 1 اوفر روت 2 بلس تايم 30 بهاف تايمز كوزين 60 بهاف ماينس كوزين باور 2 0. دي ممكن اعملها بالكالكوليتر يا اولاد، كوزين 0 هلاقيها ب 1 اوفر 2 كوزين 0 ب 1. جربوها كده، الكالكوليتر تطلع 1 اهي، كوزين 0 وفي البراكت اوعى تنسى عشان ما بيطلعلكش بس ايرور، ايكوال كوزين 0 كوزين 0 ب 1. جميل، طبعا 1 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2 تطلع بهاف بلس هاف تايمز هاف 3 اوفر 4 1 اوفر 4 انا اسف كوارتر بلس كوارتر ماينس 1. نعمل ادنج للمجموعه دي، يطلع ناتج نيجاتيف كوارتر، دول 3 اوفر 4 ماينس 1 بنيجاتيف كوارتر. جميل جدا، شوف الكوتش اللي بعد منه، اللي بعد منه بيقول لي ايه؟ كوزين 30 كوزين 30 روت 3 اوفر 2 ماينس كوزين 60 هاف تايمز ساين 30 هاف بلس ساين 60 روت 3 اوفر 2. الله، ايه رايكم لو بدلنا دول؟ طب ليه؟ عشان اشغل دماغي مش اشغل الاله، انا ممكن اضربهم اه بس انا هبدلهم عشان اقول لك على حاجه تانيه. طب ما تيجي نبدلهم من دلوقتي يا مستر، ما هو ادنج والادنج سب كوميوتيتيف، يعني بدل دول ساين 30 بقى خليها هنا، كوزين 60 بروت 3 اوفر 2 خليها هنا، هنا كاني بضرب النمبر في الكونجكت روت 3 اوفر 2 ماينس هاف تايمز روت 3 اوفر 2 بلس هاف، دي معناها بار 2 للفيرست البار 2 بتاع ده، فهيبقى 3 اوفر 4 ماينس 1 اوفر 2 يعني كوارتر 3 اوفر 4 ماينس 1 اوفر 4 بهاف. جميل جدا، طلع الناتج عندي بكام يا اولاد؟ بهاف. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي فيه ايه سعادتك؟ بيقول لي ساين 30 كوال كوزين ايه؟ ها ها، مين شغل دماغه؟ مين شغل دماغه؟ ساين الانجل بيساوي كوزين الكومبلمنتي، يبقى كوزين 60. الله عليك، جميل. نشوف السؤال اللي بعده، مش حابب اتاكد بس ان ما فيهاش حاجه تاني. ايش تمام، السؤال اللي بعده بيقول لي في ايه سعادته؟ Without using calculator prove that each of the following، اول واحده هنا اول طلب بيقول لي بدون استخدام الكالكوليتر اثبت ان الطرف الشمال ده بيساوي الطرف اليمين ده، الطرف الشمال ده اسمه ليفت هاند سايد، الطرف اليمين ده اسمه رايت هاند سايد، طريقه الحل بتتم كالاتي، ارجوك التزم بالطريقه، ما تحلش بطريقه تانيه مختلفه، ما تخليش الاثنين قصاد بعض وتكتب بينهم ايكوال، ده مالي ايكوال كده ايكوال كده وتنزل اللي في الشمال في الشمال واللي في اليمين يمين، لا غلط، انا هكتب ليفت هاند سايد، ليفت ال اتش اس ليفت هاند سايد از ايكوال 10 60 ايكوال، نيجي للكالكوليتر 10 60 10 60 وفي البراكت بعد اذنك ايكوال روت 3، ما فيش اي تعديله، ده ليفت هاند سايد. طب رايت هاند سايد از ايكوال فراكشن 2 10 30 over 1 minus 10 باور 2 30، نعوض يبقى 2 تايمز 10 30 لما بعملها بالكالكوليتر بتطلع بروت 3 اوفر 3 يعني 1 اوفر روت 3،
10 30 10 30 تمام. بروس اوفر 3 انا بكتبها 1 اوفر 3 اوفر 1 ماينس 10 30، انا لسه جايبها 1 اوفر 3 بس باور 2. الحسبة دي بنعملها بالكالكوليتر بنفس المنظر بنفس الشكل. بعمل فراكشن الاول، بعدين اكتب فوق 2 تايمز فراكشن تاني 1 اوفر 3، انزل تحت 1 ماينس بتاع براكت 1 اوفر 3 في البراكت باور 2 از ايكوال، هيطلع عندي الناتج بروت 3 برضه. الله، ده بروت 3 وده روت 3 اللي هو therefore ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد، يعني 10 60 از ايكوال تو 10 30 اوفر 1 ماينس 10 30 باور 2. جميل جدا، توكلنا على الله. نشوف السؤال اللي بعده برضه، بيقول لي هنا ايه؟ prove that sin 30 cosine 45 plus sin 40 cosine 30 over equal. ما علينا، توكلنا على الله ونبدأ. ونبدأ ونقول left hand side، left hand side is equal fraction sin 30 بقى بالك الكالكوليتر تطلع half times cosine 45 بالكالكوليتر بتطلع 1 over 2 root 2 over 2 اللي انا بكتبها 1 over 2 بلس تايم 45 اللي هي روت 2 اوفر 2 اللي هي 1 اوفر 2 تايمز كوزين 30 اللي هي تبقى روت 3 اوفر 2 اوفر تايم 45 تايم 45 اللي هي 1 اوفر 2 تايمز كوزين 60 اللي هي بهاف بلس كوزين، ركزوا معايا، كوزين 45 1 over root 2 times sin 60 root 3 over 2. انا مش هحسبها بالكالكوليتر يا اولاد، لكن اركز قوي قوي. half times 1 over 2 half times 1 over 2 ده هو ده بلس بلس 1 over root 2 times root 3 over 2 1 over root 2 times root 3 over 2. الله، ده اللي فوق واللي تحت يبقى الناتج 1، واحسب بالكالكوليتر هيطلع الناتج 1. right hand side equal 10 باور 2 45 10 باور 2 45. جميل، 10 45 ب 1 باور 2 ب 1، يبقى الناتج هيطلع كام يا رجاله؟ الناتج هيطلع 1 يا مستر. حلو قوي، يبقى الليفت هاند سايد يكوال رايت هاند سايد، مش لازم اكتب له الجمله دي. شو السؤال اللي بعده؟ بيقول لي فايند ذا فاليو اوف اكس، هات لي قيمه الاكس. فايند ذا فاليو اوف اكس x sin 30 cosine 45 is equal cosine 30. هنا بقى هسيب الطرفين الاثنين قصاد بعض، مش هقول ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، هسيبهم سوا بعض لان هما بيساووا بعض. هنزل الاكس زي ما هي sin 30 او تايمز، اشيل sin 30 واحط لها هاف بجيب قيمتها تايمز cosine 45 اللي هي روت 2 اوفر 2 اللي هي 1 على روت 2 is equal cosine 30 وداين 30 اللي هي روت 3 اوفر 2. جميل جدا، هنضرب الاثنين دول في بعض، هيصبح الناتج عندي هنا 1 اوفر 2 روت 2 اكس از ايكوال روت 3 اوفر 2. ايه رايكم لو عايز اخلص من المقدار ده؟ هبقى اضرب الطرفين الاثنين فيه، يعني اقول تايمز 1 اوفر 2 روت 2 الطرفين الاثنين. جميل، لما هضرب ده في ده يبقى لي اكس بس، الناحيه الثانيه هيبقى هنا روت 3 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2 روت 2، ونعملها بالكالكوليتر بعد اذن ساعدكم. حاسس ان المساله دي فيها خطا ما. كوزين 30 روت 3 اوفر 2 مظبوط. لو عايز قيمه الاكس ماشي، فريكشن روت 3 هيطلع الناتج يا رجاله اكس ايكوال رقم غريب شويه كده روت 6 اوفر 8. معلش راجع المساله تاني ربما يكون فيها خطا. ساين 30 بهاف فعلا كوزين 45 1 اوفر 2. انا عندي خطا بقى، انا قلت لكم خطا مني. بصوا انا مش هضرب في الخطا، انا مش هضرب في 1 اوفر 2 روت 2، لا ده انا هضرب في 2 روت 2. انا هضرب في المالتيبليكاتيف انفرس ل 1 اوفر روت 2 روت 2
يبقى هضرب في التو والتو، الطرفين الاثنين هضرب هنا في تو والتو، هنا تو والتو، دي بتروح مع دي، هنا بقى هنا روت 3 اوفر 2 تايمز تو والتو، دي تروح مع دي، بقى لي روت 3 تايمز روت 2 روت 6. ام سو سوري يا جماعه، سرحت شويه منكم. شوف الكوتش اللي بعده، اعتقد ان ده اخر سؤال. طيب بيقول لي برضه فايند ذا فاليو اوف اكس وير 2 ساين اكس، 2 ساين اكس از ايكوال ساين 30 كوزين 60 بلس كوزين 30 ساين 60. جميل، التو تنزل، ساين 60 برضه ما نرجع بيها ايكوال ساين 30 بهاف تايمز كوزين 60، كوزين 60 بهاف برضه بلس كوزين 30 بروت 3 اوفر 2 تايمز ساين 30 بروت 3 اوفر 2، يبقى هنا 2 ساين اكس ايكوال هاف تايمز هاف كوارتر بلس روت 3 اوفر 2 تايمز روت 3 اوفر 2 از ايكوال 3 اوفر 4، يبقى هنا 2 ساين اكس ايكوال 1 اوفر 2 اوفر 2، يبقى يا شباب النين ساين اكس از ايكوال، دي طبعا راحت مع دي، يبقى لي هاف هاخد روت الطرفين ساين اكس ايكوال هاف شيفت. بص بقى الجديده دي بقى، انا عايز اجيب قيمه الاكس مش ساين اكس، هنرجع على الكالكوليتر كده ادوس على زرار الشيفت اللي هو اخر زرار فوق خالص، كلمه شيفت زرار كده مكتوب جواه كده شيفت، تمام، وبعدين شيفت ساين هاف، شيفت ساين هاف وادوس ايكوال، يجي طالع لي الناتج كام يا اولاد؟ 30 ديجري، تبقى اكس ايكوال 30 ديجري. كده يكون انتهينا من حصة النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى، سلام عليكم.